أشهد أن لا إله إلا الله وأما الإيمان باليوم الآخر فهو التصديق بلقاء الله وأن المصير إلى الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. شقي وسعيد حال السعداء ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وأفضل النعيم يوم يقول الرب جل جلاله يا أهل الجنة يا من أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد فسلوني. فيقولون ربنا قد رضينا فارض عنا. قال لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي أحللت عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا. هذا يوم المزيد فسلوني. فيقولون أرنا وجهك نتلذذ بالنظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من النور ما لو أن الله عز وجل قضاه ألا يحترقوا لاحترقوا من نوره. الله نور السماوات والأرض فحي على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.